يعد داء السكري من الأمراض المزمنة التي تصيب العديد من أجهزة الجسم لا سيما الأعصاب والأوعية الدموية، وتصل درجات الخطر فيه إلى الإصابة بالعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية وسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى. حيث تشير التقديرات إلى أن داء السكري والأمراض التي تنجم عنه تسبب نسبيا 1 إلى 1.5 مليون حالة وفاة سنويا، وعد عند المنظمات المراقبة له مؤشرا خطيرا. تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لمرضى السكري، وتعدها فرصة من أجل تسليط الضوء على الهوة الشاسعة بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإنسولين للحث على رعايتهم عالميا. لصباح الخير يا عراق، عباس العلوي.